عودة لكم مجدداً أعزائي المشاهدين في برنامج نحن المؤشر، وفي الفترة الأولى وفي الفقرة الثانية من هذا اليوم، سوق الأسهم السعودية 6341 يقلص نوعاً من خسائر التي مني بها قبل أن نبدأ حديثنا معكم. السوق وصل إلى مستويات 6330، خسر ما يقارب 37 نقطة وبنسبة حوالي 16%. جميع القطاعات على تراجع بلا استثناء، 86 سهما على تراجع، بقيت 29 سهما على ثبات واستقرار حتى هذه اللحظة. ضيفي اليوم أستاذ عبد الله الشاملي، مستشار اقتصادي ومحلل مالي في الاستوديو. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. دكتور شكرا لك أولا على قبولك دعوتنا لهذا اليوم. طبعا حديثنا أعزائي المشاهدين سوف يتركز حول النتائج المالية وأيضا تحركات الأسواق العالمية والتقلبات السعرية في أسعار البتروكيماويات وأسعار النفط وأيضا أسعار العملات وارتفاعات الكبيرة جدا للذهب وما تأثيرها طبعا على الاقتصاد السعودي. وأيضا لدينا الكثير من المحاور المهمة فيما يختص في موجودات مؤسسات النفط ولماذا ترتفع هذه الموجودات خارجيا وما البدائل في الوقت الراهن. إن شاء الله نستطيع أن يعني ندرس هذه المحاور بشكل كامل وإيجابي. دكتور عبد الله، السوق السعودي خلال الفترة الماضية تحديدا، خلينا أكون أكثر دقة، من حوالي الأسبوع الماضي إلى الأسبوع الحالي تقريبا هناك بعض الشركات أعلنت عن نتائجها المالية. سوف أتكلم أولا عن السوق السعودي في الوقت الراهن. رأيك أولا من ناحية مالية، هل السوق السعودي جيد في الوقت الراهن لعملية فتح مراكز استثمارية أم الانتظار حتى تنتهي النتائج المالية وتتضح الصورة بشكل أكبر للمتعاملين بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني إذا نظرنا لأداء السوق في الربع الأخير، الربع الثالث من العام انتهى في سبتمبر، حنجد أن السوق أحرز منذ مطلع العام حتى نهاية الربع الثالث ما يقرب من 5%، وتقريبا على ما أذكر هي نتائج الشهر أو الربع الأخير عفوا، يعني الربع الثالث نفسه عائد السوق حوالي 5% أو 4%. معناته أن السوق قدر في الربع الثالث أنه يستعيد بعض المكاسب أو تلتئم جراحه التي عناها في الربع الثاني على الأكثر، ومن ثم في حالة ترقب لنتائج الشركات في الربع الثالث. ونعلم كلنا تقريبا أن الربع الثالث تحديدا في تذبذب أو في عدم انتظام في إيرادات الشركات وأرباح الشركات. في شركات موسمية كثيرة تستفيد من الربع الثالث اللي هي في قطاع السياحة، في قطاع الخدمات كهرباء، السفر وما إلى ذلك، الكهرباء وقس على ذلك، وفي قطاعات أخرى أو شركات أخرى يمثل موسم ركود ليها زي شركات الأسمنت بتعمل للعمارات والصيانة، شركات أخرى مجالها ليس هذا الموسم. وبالتالي هذا الربع سوف يسفر عن نتائج متباينة ما بين ارتفاع وانخفاض في بعض الشركات، ولكن هو تهيئة أو بداية للربع الرابع اللي هو بيكون أكثر استقرارا وأكثر حسما بالنسبة للنتائج عموما. يعني تراجع السوق في الوقت الراهن أمر طبيعي جدا. أمر طبيعي وينتاب بعض حالات جني الأرباح، نعم، أو ترقب لبعض الأسهم التي بدأ يظهر أخبار داخلية عنها أو تسريبات أو شيء من توقعات بعض المحللين، وفي البعض أعلن نتائج اجتهادية ولكن ليست دائما هي نفس ما يطابق الواقع. بما أنك تذكر هذا الأمر، يعني تعاملات يوم أمس تقريبا شهدت السوق السعودية يعني تحرك قوي جدا من قطاع البتروكيماويات، تحديدا بعد أن أعلنت المتقدمة عن تحقيق أرباح ما يقارب 238 مليون وبنسبة نمو تقريبا 143% مقارنة بالثلاثة أرباع أو يعني 9 أشهر من العام الماضي. هل أعتبر هذا الأمر أو هذا الإعلان يعني المسبق والمتقدم سريعا طبعا في القطاع إحدى إشارات الإيجابية في قطاع البتروكيماويات لقيادة السوق في الفترة المقبلة؟ أبدا، يعني هو ممكن تكون شركة متقدمة، شركة ليست ضخمة أو كبيرة الحجم زي سابق، فإمكانية إصدار النتائج الأولية أو نتائج الأعمال مبكرا أسهل، وقد يكون أن الشركة يعني أدائها أو إنتاجها الفعلي طرح قريبا في السوق أو زادت طاقتها هذا العام، وده شجعها أنها تعلن نتائج إيجابية عشان تستبق اكتزاب المستثمرين وتفوز بالكريمة أو وجه الكيك اللي مع المستثمرين. طبعا شركة متقدمة طبعا تقوم بإنتاج البلو بروبلين طبعا في مدينة الجبال. طبعا هو يعني نتائج الشركة يعني أو أوعزت الشركة أو أوضحت يعني سبب الارتفاع في إيراداتها في الربع الثالث بحوالي 545 مليون
وهو الأعلى منذ حوالي سنتين. نعم. وبحوالي 121 مليون في الفترة الماضية. يعني أسباب الارتفاع هي في الربع الثالث ويعني يعود إلى تحسن أسعار المنتجات في الأسواق العالمية. نعم. يعني أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية كانت تشهد نوعا من التذبذب، ولو نظرنا خلال يعني الربع الثاني. نعم. لم يكن هناك استقرار، وبالتالي يعني بالمقارنة أيضا بعملية الإغراقات اللي ما حدثت في تركيا. نعم. وأيضا الهند لربما كانت هناك إشكالية كبيرة، ولكن لربما كما ذكرت أنها تريد أن يعني تأخذ تفوز ببداية السبق. نعم. يعني نعم في النتائج. نعم. المالية بالفعل. نعم. هي سحبت تقريبا أو شهد السوق في تعاملات ذاك اليوم ارتفاع كبير في قيمة التداول، أول مرة 4 مليار ما حصلتش من فترة. صحيح. ولكن اللي يطمئن أن احنا بدأنا نشهد 3 مليار والأربعة مليار، هذا في حد ذاته يعزز الآمال في تحسن السوق أو تماسكه على الأقل في هذا الربع. طيب يعني أيضا من النتائج التي لفتت انتباهي حقيقة دكتور هو. نعم. قطاع الإسمنت. يعني يعني أنا أذكر حقيقة يعني وأعطيك الحقيقة السبق في هذا المسألة. أذكر في إحدى اللقاءات مع زميلي عبد العزيز يعني كنت ذكرته أنه قطاع الإسمنت سوف يشهد نموا كبيرا وسوف يشهد أيضا حركة سعرية كبيرة، وبالفعل بعد ما ذكرت هذا الأمر بأقل من 4 أيام قطاع الإسمنت تحرك بشكل مفاجئ جدا وحقق يعني أرباح رأس مالية فوق 30%. وطبعا الفضل لله أولا ولجهود هذه الشركات وكفاءة الإدارة وفعاليتها ونضج الأسواق المحلية. سعة وعمق السوق السعودي أو الاقتصاد السعودي بشكل أحرى هو اللي بيوجه مثل هذه الشركات في قطاع المقاولات والبنية التحتية والعقود طويلة المدى، مشاريع عملاقة، مشاريع ميجا بروجكت نقدر نسميها، بتستهلك بالمليارات من المنتجات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد عموما. المصانع السعودية ما شاء الله طاقتها الإنتاجية عالية، ولكن السوق المحلي بيقدر يستوعب كل هذه الطاقات تقريبا، والفائض أحيانا يسمح لي بالتصدير، وإن كانت هي سياسة تسمح أحيانا للمصانع أنها تصدر وأحيانا تغل هذه الحرية نتيجة اعتبارات ومصالح قومية ووطنية كبيرة. لن أقول أن القطاع خذلك المرة هذه، لكن النتائج التي أعلنتها الشركات حتى الآن اسمنت القصيم تراجع في النمو، تراجع وليس. نعم. خسارة. نعم. حوالي 9%، واسمنت ينبع أيضا تراجع بحوالي 17%، باستثناء. نعم. اسمنت أبوك حقق نمو حوالي 14% في الربع الثالث. نعم. أنت ذكرت أمور كثيرة منها عملية التصدير. نعم. ولكن إذا كان اعتماد يعني الشركات على التصدير ونحن نشهد نمو عمراني كبير جدا وطفرة اقتصادية. نعم. كبيرة، ولدينا مدن صناعية أيضا كبيرة. نعم. ولدينا خطط مستقبلية وإنفاق. نعم. بنية تحتية طبعا. لماذا هذه الشركات تشهد نوع من هذا التراجع؟ لماذا يبحثون عن يعني المخارج الأخرى وهم يعني لديهم الإمكانية في تحقيق نمو أعلى مما هو عليه؟ هو طبعا يعني إذا سمحت لي فيه مصانع خارج السوق أيضا. نعم. أكثر من مصنع، في مصنع في المدينة ومصنع آخر لا يحضرني اسمه يمكن نجران أو حاجة من هذا. نعم. القبيل، إلى جانب أسمنت اليوف طرحت يعني استثمار ضخم عملاق. هذه التوسعات وهذه الطاقات خارج السوق قد تكون مؤثر فاعل في حركة القطاع نفسه. نعم. بشكل غير مباشر، ولكن نقدر نقول أن قطاع الأسمنت لا يقاس أداؤه بربع أو فترة من العام، قطاعه يقاس هذا القطاع نقيسه بالأداء السنوي، لأن أساسا حركة المباني والإنشاءات تكاد تتوقف في شهر رمضان إلا القليل اللي مرتبط بعقود يعني محددة. نعم. وأيضا في فصل الصيف يحصل نوع من هدوء العمل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في بعض المدن أو عدم إلحاح إتمام بعض المشروعات لأسباب تتعلق بالسيولة أو الحصول على تمويل مناسب علشان يتم مشروع كبير. فإذا في أسباب واعتبارات أخرى ليست مرتبطة بشكل مباشر بالقطاع ذاته، ولكن لظروف مناخية، ظروف تمويلية، ظروف موسمية في الطلب، كل هذا قد يؤثر على الربع الثالث. ولكن ده لا يمنع أن أداء القطاع على المستوى السنوي من أروع المعدلات، وشركات الأسمنت تحديدا فيما يقرب من 5 أو 6 شركات سعودية في قطاع الأسمنت يقع ترتيبها ضمن أكبر 100 شركة سعودية خليجية، وده شيء مشرف. وأدائها من حيث معدلات العائد السنوي عن آخر 12 شهر يعتبر من أعلى المعدلات. هذا إذا قسنا إلى جانب التوزيعات النقدية التي تسددها شركات الأسمنت بشكل شبه منتظم. نعم. يعني أنت فتحت لي أفاق كثيرة حقيقة وأنا أسمع حديثك الآن. نعم. خاصة يعني فيما ذكرت يعني ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار العقار. نعم. بالإضافة إلى يعني الارتفاع في أسعار العقار والمباني
هل هذا يؤثر على قطاع الاسمنت في عمليه يعني التحرك في الفتره الحاليه؟ طبعا اذا نظرنا الى خام الاسمنت كمدخل في المنتج النهائي اللي هي المباني والمنشآت وما الى ذلك، هنلاقيه يعني يوازي ما يقرب من 15 او بين 10 الى 15%، وفي بعض المشروعات يصل الى 20% من التكلفه الاجماليه، وهذا يعتبر وزن نسبي الى حد ما مؤثر، ولكن ليس له نفس تاثير مثلا خام الحديد اللي يعتبر اعلى تاثيرا او ضعف مساهمه خام الاسمنت. يعني تراجع النتائج الان تعتبر لها مبرراتها من وجهه نظرك الشخصيه؟ نعم نعم، وثلاث شركات لا تحكم على القطاع كله، خصوصا ان تبوك اللي هي الوحيده اللي ارتفعت مقابل اثنين تراجعوا، تعتبر اصغر مصنع سعودي، فلا يقاس على الثلاث شركات. في طبعا الشركات الكبرى في قطاع الاسمنت لم تصدر نتائجها بعد حتى نحكم على القطاع. يعني دكتور، يعني الشركات هذه تكلفه اكياس الاسمنت عندها لديها رخيصه. انا مش عايز افتن على شركات الاسمنت لان الامر يتعلق بنواحي شخصيه. جميل. في مصر حاولت اعرف كم يكلف، فوجدت ان ارباح قطاع الاسمنت من اعلى معدلات الارباح. صحيح. في كل القطاعات الاقتصادية، ولكن ظروف النقل، ظروف الاعتبارات الجوية وإمكانية فساد المنتج، ظروف الحظر على الطاقة الإنتاجية أحيانا ترتفع وتنخفض، وحالة تذبذب عملية التصاريح والكوبونات والحجز وعملية الانتظار في عمليات الشحن والنقل، دي كلها اعتبارات برضو تضيف مخاطر إلى هذا القطاع، ولكن هو يعوضها بأرباح إضافية كثيرة، وقد تكون يعني إن شاء الله فيها خير للكل. يعني 10 ريال في كيس الاسمنت. نعم. حسب مصادر يعني وصلتني. نعم. انها تعتبر مربحه بنسبه 100% في قطاع الاسمنت، يعني واحيانا 80%، احيانا تزيد واحيانا تنقص. نعم. يعني تعتبر حتى في 10 احيانا ما كانت. نعم. الاسعار ب 15 ريال كان محققه نمو كبير جدا وارباح بالزبط. كبيره جدا بالزبط. جدا جدا، لذلك نرى ان قطاع الاسمنت من القطاعات الاستثماريه البحت عاده، وهو الملاذ. نعم. احيانا الامن اذا كانت هناك تقلبات في الاسواق الماليه بالضبط، وقد يكون سبب من اسباب تراجع الأداء في ربع معين إحجام المصانع عن الإنتاج في فترة معينة حتى لا يغرق السوق بفائض في العرض مخزون أو يتحول إلى مخزون عرضة للتلف، وبالتالي بيتحكموا في السوق هم بشكل جيد علشان يوزنوا الأسعار لصالحهم. طبعا أنا أدرجت معك كثير من الأمور، وخاصة يعني من الشركات التي أعلنت عن نتائجها. نعم. هناك بعض الشركات حقيقة كانت مفاجأة، وبعض الآخر كان أمرا طبيعيا. يعني شركة جرير وأيضا المراعي من الشركات التي أعلنت عن تحقيق نمو وإن كان ضعيفا ولكن لا تزال تحقق نمو. شركة المراعي حققت نمو وهي بسعر كبير جدا فوق 210 ريالات. نعم. والشركة أعلنت حقيقة يعني أنها سوف توزع أو يعني ترفع رأس مالها حوالي 100%. نعم. يعني مثل هذه الشركات، أنا أعرف أنه هذا المحور لم يكن يعني مطروح في الفكرة بالأساس. نعم. لكن أنا واثق تماما أنه مثل هذه الشركات عندما تكون بهذا القوة ماذا نقول لها؟ شركة المراعي من الشركات القوية الناجحة اللي عندها مبادرات في القطاع بتاعها، تمتلك تنوع إنتاجي غزير، دخلت مجال العصيرات والمشروبات يعني العائلية وما إلى ذلك، وصادف هذا القطاع عموما قطاع الغذائيات والمياه الغازية والمياه الصحية موسم صيف حار وشهر رمضان أيضا، فكل منتجات شركة المراعي تقريبا نالت من الخير نتيجة ظروف كثيرة جدا تتعلق بأن دي منتجاتها سلع أساسية لا تتأثر كثيرا بانخفاض القوة الشرائية. جميل. وبالتالي المستهلك يقدر يشتري علبة الزبادي مهما كان دخله، ارتفع أو انخفض ما بتأثر عليه، وكذلك استهلاكه للمياه المعبأة أو المياه الغازية أو البدائل من العصيرات التي تنتجها المراعي. نعم. وبعدين توسع أسواق المراعي، أصبحت تتواجد في الأسواق المحيطة بنا تقريبا إلى جانب أسواق المملكة المترامية الأطراف، وعندها سياسة بيعية وتوزيعية ناضجة ومحترفة أدت إلى تحسن مركزها وقدرتها على قيادة السوق بشكل رائع. شركة حقيقة تذكر وتشكر. طبعا مشرفة زي كثير من الشركات. نعم. لا الشركة يعني